يسأل عن حديث أنتم شهداء الله في الأرض، إذا جاءت الشهادة بحق غير متكلفة، يعني أنتم شهداء الله في الأرض له ضابط، مثلا أن يكون الشاهد مؤمنا، يكون الشاهد مؤمنا، ثانيا أن يشهد بحق، لأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن هل واحد شهد بالزور يكون من شهداء الله من شهداء الله في الأرض؟ يعني أذكر مثلا في بعض البلاد كانوا يأتون قبل أن يدفن الميت، واحد من أقربائه كانت سنة في بلادهم يقف عند القبر يقول ما تقولون في زيد، كل الناس يتكلفوا ويتجملوا يقول طيب طول عمره، طيب وابو طيب والحمد لله، يعني مصلي وإن كان فيه ما فيه، يظنون أن الشهادة تنفع، واتخذوها سنة إلى أن جاء واحد ظالم مات، فجاء قريب يقول ما تقولون في فلان، قال ظالم ابن ظالم طول عمره حرامي، فحصلت فتنة عظيمة وانتهت بأن قطع هذا من البلدة، يعني لم يعد يقال ما تقولون في هذا. فشاهد الزور لن يقبل قوله، شاهد الزور لن يقبل قوله. هم كانوا يتأولون حديث الرسول ما من مسلم يشهد له ثلاثة أو يثني عليه ثلاثة إلا الحديث الأخير.